هاي، إذا هاي أول مرة عم بتتابعوني أنا حنين. اشتركوا بالقناة تحت لحتى يوصلكم كل شيء جديد وتنضموا لعائلتنا، ويلا نبلش بالفيديو. اليوم فكرة فيديو كتير حلوة، وأتوقع أنكم عرفتوها من العنوان. رح تكون معي أختي سوار. أول شيء بدي أعرفكم، سوار أختي الصغيرة، أصغر أخت. اليوم حبت تعملي ميك اب، حابين نعمل فيديو هيك جديد عن الميك اب. هي كثير كانت حابة تطلع معي بفيديو قبل، فحكيت لازم أشوف فكرة حلوة تكون وهي بتحبها. فهلا حنبلش بالميك اب ونشوف شو سوار رح تعمل. هلا الشروط قبل ما نبلش، انه سوار تعمل لي كل شيء بتحب تعمله، يعني من دون ما انا احكي لها شو تعمل. بدنا نشوف شو الشغلات اللي بتعرف على الميك اب، او اذا بتعرف تحط ميك اب. طيب يا سوار، هلا بشو بدك تبلشي؟ شو دائما اول شيء بنحطه بالميك اب؟ الكريم. طيب يلا خلينا نبلش مع بعض. انا ما بعرف شو رح يصير بوجهي، لانه بحياتها سوار ما حطت اي، يعني بحياتها بتخيل اصلا انها تحط لي ميك اب، فجد والله تجربه كثير حلوه. شو بدك تحطي لي الكريم؟ بالسفنجه. طيب يلا جيبي السفنجه خلينا نشوف. يعني بتعرف انه بنحط الكريم بالسفنجه. خلينا نبلش مع بعض. عشان مستعجله. بسم الله الرحمن الرحيم. واو، طيب ليش بتعملي هاي الحركه؟ انه عشان الكريم يتوسع. شكلها رح تطلع شاطره بالميك اب، يمكن يكون عندها ميول للميك اب مثلي. يعني انا كثير عندي ميول للميك اب وبحب احطه. بس دير بالك لا تقبع حواجبي، لا تقبع حواجبي، ما بدنا يصير تخبصوا. لا ادري عشان ابين. تمام، تقبع هذا الشال. انا مش عارف شو اللي صار فيه اني لبست ابيض، مش عارف بصراحه، لازم البس لون ثاني، لون اسود. لا حتى بس بتوسخ، يمكن كان لازم البس بني او بيج، البيج يمكن متحمل. اوكي بس امشي خليه بعيد عن حواجبي. اوكي تمام. بدك تحطي كمان كريم ولا خلص هيك خلصتي وجهي؟ انا خلصته. تمام يلا، هلا بعد الكريم شو تحطي لي؟ كونسيلر. كونسيلر. طيب حطي الكونسيلر. وين الكونسيلر؟ وين بنحط الكونسيلر؟ تحت العين. طيب ليه بنحطه تحت العين؟ عشان اذا في اشياء تحت العين سودا تروح. اوكي بس انت عندك عشان صرت حين. شوفي خلينا هيك لحتى نبين. تمام اوكي. ويا ريتني ما حكيت هالجمله. والله مبين عليكي شطوره، كثير شكلك بتحضري فيديوهات ميك اب. بدي احط لك على انفي. حطي على انفي. طب بس ليش بدك تحطي على انفي؟ عشان الانفي نحط. طب تمام حطي. بدي اشوف كيف عملته. تمام شو بتعملي بعدين؟ هيك خلصتي كونسيلر ولا تحطي كمان؟ خلصت. بتطبطبي، بدي تطبطب، علي صوتك عشان يصيروا يسمعوا كلامك الحلو. بدي اطبطب. يا طبطبي يلا. مين علمك هيك الطبطبة؟ يعني أنا عن جد والله مصدومة، مصدومة منها كثير، إنه بتعرف تطبطب وبتعرف بالأشياء هاي كلها. يعني ما شاء الله إلك مستقبل بجنن مع الميك اب. خلص. شوف أنا مو قادر أشوف صراحة منيح، بس اللي شايفيته إنه أنا صرت شوال طحين، شوال طحين. طيب تمام، شو كمان هلا شو بدك تحطي لي؟ بودرة. هلا البودرة وين بنحطها؟ على كل الوجه. شو كيف بدك تحط البودرة؟ اوه عيوني فكرة تمك. فكرتي من ليش؟ عشان البودرة توصل كل شيء. وين سوار صوتها بتنفخ بوشي. طب ليش تنفخ بوشي؟ بدي حالك على خير. بهدلتني فوق كلياتي بودرة، أنا متعب منيح إنه طلعت لابسة هيك، حاسة بحساب هالإشي إنه رح يصير معي إشي مش طبيعي، سواي بطبيعتها كثير خجولة، يعني يمكن شايفين صوتها واطي أو مش كثير عالي لأنها بتخجل، فحلو يعني حركة كثير حلوة إنها تطلع معي بالفيديو لحتى شوي بتصير تاخذ على يعني إذا شفت صوتها واطي أو مش كثير بتطلع بالكاميرا عادي، إشي طبيعي يعني هاد، لأنه خجولة شوي. طيب هيك خلصتي البودرة ولا بتحطي كمان؟ خلصت. طيب بعد البودرة إيش بتحطي؟ هذا الفوق العين الأول. الفوق العين الملون. طيب شو بدك تحطي لي لون ثاني؟ ليش؟ لاني بحبه. تمام يلا حطي لي، خلينا نشوف لون البينك. واو صراحه فوشي حتى مو بينك، يعني اللي بدك تحطيها. اوكي خليني احاول اعمل هيك لحتى اشوفه الفن والابداع اللي بيطلع عاد. بدك تحطي لي الوان ثانيه مع الفوشي ولا بدك تخليه لحاله؟ خليه لحاله. اوه هاي يعني فعلا بتحبي اللون الفوشي. طيب اوكي خلاص. واو اسرع ميك اب بالحياه بصراحه. شو بدك تعملي لحواجبي؟ بقلم الحواجب. بسم الله. طبعا الحواجب يعني اصعب شيء، يعني هاي بدها وضعيه مرتبه. شو بدك تصيري سوار لما تكبري؟
طباخة. طباخة؟ طب ليش بدك تصيري طباخة؟ هيك بحب الطبخ. دخلك لا تعجب حواجبي، لا تغمقي لا تغمقي لا تغمقي. انا حاسه بتخبيص. يا الله اوكي تمام تمام. انا بدي اضل ريلاكس. طيب ليش بدك تصيري طباخه يعني؟ احكي لي. انا بحب الطبخ. منيح منيح منيح. صراحه كثير منيح. واو واو كثير واو. اصلا متابعيني بيعرفوا انا دائما هيك بكسر حواجبي بجنن بعدين كثير بشبه بعض. واو. انتوا احكوا لي شو رايكم تحت بالتعليقات بالحواجب، اذا هي شاطره بالرسم كانت ترسم او لا. هلا دوري الكنتور. قصدك دوري الشحبار. طب الكنتور ليش بتحطيه؟ عشان انه يبين انه تمي ضعيف. تمي ضعيف؟ طيب حطيه. اوكي وين بتحطيه اول شيء؟ عالتم. شو لونه هو الكنتور؟ بيلي. طيب تمام حط كنتور، خلينا نشوف كيف بتحطه. الله يستر. عملتي من هيك؟ طيب اوكي دقيقه جاوبيني جاوبيني. انت بتحطي لي شو بتعملي بوقت فراغك؟ برسم. هاي النسخة الثانية بترسم؟ انا برسم. بقعد على التليفون. شو بتعملي بوقت فراغك على التليفون؟ بحضر على اليوتيوب. مش عارف بطلت عارف اعمل. اوكي طب يعني اضل هيك سؤالات اسئله. تمام شو بتحضر على اليوتيوب؟ سؤالات اسئله. اوكي والله حلو. لا اوكي لا انا ما اقدر لازم ابدا اكسر يعني من تمي لفوق. طب ليش ما مش عليك؟ مش كيف بعملها؟ انا يمكن لاني مو متعوده اني اعمل هاي الحركه لما. طب يلا تمام. مين اكثر وحده بتحبيها؟ خواتك؟ ليش طيب تحبيني انا اكثر؟ لانك انت اكثر وحده منيحه. طب تعرف وهاي الشهاده خواتي اللي بتحضروا اسمعوا الحكي لك واسمع يا جار. فهمي اصلا انا الحنونه بالبيت. كافي. مالهم حواجبي ليش بتمسحيهم؟ ايه في وسخ. في وسخ كمان. استني واستني. ليش بتعملي لي هيك قاعده؟ عشان استني الغلطات. حاسين شو قلتي لي شو بدك تعملي هلا؟ بدي اطبطب. شو بدك تطبطبي؟ الاسفنجه. طيب اوكي. لا تضحكي. بضحك عشان تعرفي تطبطبي. شو بدي تضحك عشان اعرف اطبطب؟ يعني هيك خلص انت حطيتيه يعني هلا؟ اوكي مش رح ادخل بشغلك، شو بدك اعمل؟ مشكورة والله شكرا على الاحترام. هيك انت خلصتي مكياج العيون ولا؟ شو؟ لا ما خلصت مكياج العيون. طيب ايش بدك تحطي لي على عيني؟ احط لك اي لاينر. قصدك بدك اعجبلك لك بالاي لاينر. طيب تمام حطي لي اي لاينر. الله يستر. اي اوكي لا لا هاي لازم نقرب عشان يبين اكثر. لا تمشي بس دير بالك الشالة. اوكي اوكي غمض ولا افتح؟ غمضي طبعا. ماشي تمام يستر. دير بالك لما اذا غلطتي يخلطك. تعرف اعمل بالسفنجة. اوكي راح تكملي؟ والله محاي محاي. طيب اوكي شوف والله عن جد راح. يا غمضي. افتحي. انا بحاول اضل ثابته عشان ما تربطك. اثبتي علي رايي. لا تضلي تحركي. ليش بتنزلي لتحت؟ تعملي يعني مثل الكوريين؟ اوكي بدي اورجيكم من قريب كيف هي هيك بتعمل الاي لاينر. ما بتعمل لفوق بتعمل لتحت. انا هيك لاحظت. يعني ما بتعملي له ديل او شيء هيك؟ ايش هاي الشيء اللي عملتيه هاد؟ ديل. الديل بنحط هون. كم هي خلينا نشوف. والله زي كانه انت اللي عملتيه. يعني بترسمي مثل البراني اللي انا؟ بحاول ارسمك. ابسط هاي العيون لانك تتحركي كثير. شو بدك تحطي لي هلا؟ مسكارا. مسكارا؟ طيب حطيلي مسكارا.
اتوقع زاري عندي مش طبيعي بدون مسكارا مش طلق تعتي افتح عيوني ولا اغمضها شو اكتر اكلة بتحبيها الملوخية افتح ولا اغمض طلق مقلبة طبعا اوكي في حدا بالضرورة بده يحمل المسكارا وهو فاتح طبعا هون انا بعدي صافن شو حكت خلصتي بس هلا المسكارا بتنحط فوق بس ولا بتحطيها باماكن ثانيه بدي احط لك تحت مسكارا يلا بالمناسبه شو بدك تحطي لي لون روج حتى لك من هذا البيبر قصدك هايلايت؟ اوكي حطي لي هايلايت وين بتحطي الهايلايت؟ تحت عند العيون هون حافظ الاماكن هذا الميك اب بيزبط شغل هالوين انه بالهالوين احطه بخافوا الناس ليش حيت ليش يعني انت هلا شايفه انه الميك اب حلو يعني عاجبك مبسوطه بالشيء اللي بتعمليه وانت بتحطي اكيد الميك اب اللي انا انت عملتيه اصلا انا لو ما بحب انه ليه بتحطي لي فوق عيوني انا لو ما بحب انك تعملي لي شيء ما بخليكي تعملي وتطلعي تعملي لي فيديو انت فنانه انت فنانه فوق عيوني اوكي هيك بتجلغت المسكارا بس مشان اعطيكي معلومه انه ما بصير البرش ما بصير احكي بس انا حبيت انصحك يعني عشان المستقبل انا صغيره يعني لا شطوره انت بالعكس تحكي هيك عمرك بس 7 سنين طفولي انا عاد يعني 7 سنين كبير كبيره كثير ثاني بطني الضحكة شليها ولا بفرط أمك بدك أضل مكشر يعني؟ طبعاً ما بصير بعدين المتابعين ما بيحبوني لازم أضحك أكون يعني دائماً هيك مرتاح قولك حمرة أوكي حطي لي حمرة سكتتني بالعقل شو اللون بدك تحطي لي إياه؟ لون أحمر أحمر بتحبي الأحمر يعني؟ أنت بتحبي الألوان القوية هذا بينك لا ما في أحمر معي لا في احمر اطول لك احمر اساعدك ولا بتطلع لحالك لا هيك احسن هذا هذا اللون ضلك الله يستر من هاللون لاني بخاف بكري اوش سكر ولا افتح اعمل هيك دمرت تمك صرت زي تم الصينيات لا جوكر يعني بتعترفي الله يسامحك شو بتعملي فيه انت يعني انت عامله بتعمليني هيك لا يعني انت الميك اب مو عاجبك بلا اوكي يلا هيك اوصل هون واو هيك ضل اشي ميك اب بدك تحطي لي اياه شوفي هيك خدي نظره على اللوك اذا ناقصه اشي لا يعني انت شايفيته كامل وعاجبك احكوا لي شو رايكم باللوك تحت بالتعليقات واذا سوار الى مستقبل بالميك اب سلم ايديكي ليش عم تضحكي جد بحكي معك سلم ايديكي على المكياج الاكثر من رائع ان شاء الله بالمستقبل ممكن اعمل معك فيديو ثاني تكوني لسه اشطر بتعرفي في شغلات اكثر بالمكياج صح يعني بكفي انه لما باجي بسالك انت شو بتعرفي عن الميك اب شو بتعرفي اشياء بتجاوبيني على طول يعني هذا وين بنحط بتجاوبيني بسرعه هذا ليش بنحط برضه بتجاوبني بسرعه واشياء فعلا والله صدمتني ما كنت متخيله انها تكون بتعرفها فعلا انها ابهرتني بهالفيديو قضينا وقت حلو صح انبسطتي اليوم بالحلقه او بالفيديو حاسه حالي ببرنامج انبسطتي بالفيديو؟ لا قصدك بأحمر انبسطتي أهم شيء؟ طبعا لا تنسوا تعملوا لايك وشير والسبسكرايب والسبسكرايب بعد ما يعملوا سبسكرايب شو يعملوا؟ يفعلوا زر
الجرس الاشتراك لحتى يوصلكم كل شيء جديد بنزله. بشوفكم بفيديو جديد، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وتكونوا اخذتوا هيك كم نصيحة وكم معلومة حلوين من سوار بخصوص الميك اب. وبشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد، ومع السلامة. يلا احكي معي. ومع السلامة. اكثر عن ذلك حسيت انك انت المكيف. والله واو، هذا اشي كتير حلو على فكرة. والله فكرت طفيت الكاميرا اصلا، هلا رح اطفيها. يلا باي.